قاعدة عسكرية بلجيكية في قلب أوروبا، تقوم طائرة مقاتلة فيها بالتزود بالوقود قبل الخروج إلى تنفيذ مهماتها. وككل طائرات حلف الأطلسي المتمركزة في القارة العجوز، تتمتع هذه الطائرة بدعم لوجستي غير مألوف من شبكة طويلة ومعقدة أقامها الحلف في أوروبا. من 10 شبكات مختلفة تتكون خطوط الإمداد بالوقود للحلف. أطول هذه الشبكات موجودة في وسط أوروبا، يبلغ طولها 5200 كيلومتر، ويتم تغذيتها ب13 محطة تقع 6 منها في مدن ساحلية. جميع ناقلات النفط القادمة من المحيط الأطلسي ترسو في هذا الميناء لوآفر، وهنا تقوم شركات الصناعات البحرية باستقبال هذه الناقلات وتخزين ونقل الوقود على مدار اليوم والأسبوع دون توقف. عندما ترسو السفينة في الميناء فإنها توصل بالشاطئ عن طريق ذراع التحميل التي ترونها خلفي، وبمجرد إتمام الاتصال يبدأ ضخ النفط بواسطة الطولمبات. بالطبع يتوقف معدل الضخ على قوة الطولمبات ونوع السفينة. بعض الناقلات تضخ ما بها من نفط في مستودعات الميناء بمعدل يصل إلى 5000 متر مكعب في الساعة. إفراغ بعض الناقلات يتطلب أحيانا يوما كاملا من العمل، ولكن ما إن يتم الانتهاء تقوم الإدارة بتخزين النفط. ما إن يتم التأكد من كل ضمانات الأمان والجودة حتى تبدأ عمليات الضخ في خطوط النقل التي ترونها هنا، وهو ما يسمح بوصول الوقود لنقاط الارتباط بين المحطات النفطية والشبكة الأوروبية لحلف الأطلسي. تقع لوآفر في إقليم نورماندي شمالي غربي فرنسا، ومنها تبدأ خطوط إمداد حلف الأطلسي. وفي نورماندي أيضا ولد مشروع خطوط إمدادات الحلف في صيف عام 44 من القرن الماضي مع الإنزال التاريخي لقوات الحلفاء. كان العلماء والمهندسون الإنجليز المصممين الأوائل لتلك العملية العسكرية التي دعيت بلوتو، والتي نفذت بعبقرية منقطعة النظير. أنبوب عملاق تم سحبه عبر بحر المانشي بين جزيرة ويت الإنجليزية ومدينة شيربور الفرنسية، ووصل بمحطة ضخ على الشاطئ الإنجليزي ليمثل بذلك أول محطة إمداد بالوقود لقوات الحلفاء لدعم هجومها على قوات المحور. تم توسيع عملية بلوتو لتكون بذلك نواة خطوط الإمداد لحلف الأطلسي أثناء الحرب الباردة. أما اليوم فشبكة أنابيب وسط أوروبا تعد حجر الأساس لكل عمليات تموين القارة بالوقود، فعبرها يتم نقل 13 مليون متر مكعب سنويا من خلال 5 دول، وتمد 34 مستودعا عسكريا بالوقود. مستودع الحلف في مطار بروكسل في بلجيكا يوجد تحت الأرض ككل مستودعات الحلف الأخرى، والهدف من ذلك هو حمايته من الهجمات الإرهابية أو أي أضرار عرضية طبيعية، وإليه تنتهي أنابيب الإمدادات القادمة من ميناء أنتويرب. لا يختلف الحال في بقية أوروبا، فمجمل النظام محمي ومؤمن ويتم صيانته بشكل دائم. المستفيد الأول من هذا النظام ولا شك هم العسكريون، غير أنهم لا يستخدمون إلا أقل من 10% من الوقود في وقت السلم. الأمر يختلف في أوقات الأزمة، فشبكة الحلف حينئذ تعمل بكامل طاقتها كما حدث أثناء حرب كوسوفو عام 99 لتغطية العمليات الحربية والطلعات الجوية للقوات العسكرية. نظام لوجستي كامل تمت تعبئته في 24 ساعة. تدير الشبكة هيئة تابعة لحلف الأطلسي تدعى قيادة الشبكة الاستراتيجية. تجتمع هذه القيادة المكونة من أفراد ينتمون للدول التي تمر بها الشبكة كل 3 أشهر لمتابعة جداول العمل بالشبكة ووضع خطط تنميتها وصيانتها. الهدف من هذه الاجتماعات هو التأكد من وصول الإمدادات بأمان إلى عملائنا الذين هم في معظمهم عسكريون، خاصة في قاعدة رامشتاين حيث يستخدم الأمريكيون الكثير من الوقود لتموين قواتهم العاملة في أفغانستان. أما الباقون فهم من المدنيين الذين يستخدمون الوقود في احتياجاتهم اليومية في مدن مثل فرانكفورت وفيندل وبروكسل.
تقوم كل دولة تمر بها الشبكة بالإشراف على خطوط الأنابيب بأراضيها. ففي بلجيكا تقوم هيئة خطوط الأنابيب البلجيكية بمراقبة 800 كيلومتر من خطوط الإمدادات و14 محطة ضخ من مركز المراقبة في مدينة لوفان. إننا نعمل بطاقة 330 مترا مكعبا في الساعة، وسنزيدها قريبا إلى 400 متر مكعب، وهو ما يعادل 12 سيارة نقل بطاقة 30 مترا مكعبا للسيارة الواحدة، ما يعني أننا نستطيع إرسال 50 سيارة في الساعة عندما تعمل الخطوط الأربعة الموجودة حاليا بكامل طاقتها. ونظرا لأننا نعمل على مدار الساعة، يمكنكم تخيل كم الاختناقات المرورية التي تعاني منها الشبكة في بلجيكا. إذن 90% من الوقود الذي تضخه الشبكة يصل إلى عملاء حلف الأطلسي المدنيين، خاصة المطارات الكبيرة في أمستردام وفرانكفورت وبروكسل، كما أن المستودعات المدنية كثيرا ما تجاور مثيلاتها العسكرية. منذ عام 93 يتزود مطار بروكسل بشكل حصري من خطوط أنابيب الوقود التي يمدها حلف الأطلسي، فكما نرى هنا التركيبات العسكرية في جوار التركيبات المدنية، والاثنان يستفيدان من خط الأنابيب الواصل من تحت الأرض، وهو ما أعطانا قدرا كبيرا من المرونة والأمان. خط أنابيب وسط أوروبا يضمن إمدادات الوقود لأكثر من 350 طائرة تحط يوميا في مطار بروكسل. هذه الإمدادات تتميز بالثبات، وهو ما يتيح تواصلا وديمومة لدولاب العمل بالمطار. هنا نصل إلى نهاية الرحلة، حيث تتزود الطائرات بالكيروزين. مهمتنا تنتهي بمجرد وصول الوقود إلى المدرج، بعدها تبدأ مهمة شركات أخرى في تزويد الطائرات بالوقود على أرض مطار بروكسل. شبكة وسط أوروبا تخدم 18 مليون مسافر كل عام من مطار بروكسل، لكنها شبكة لا تزال في حاجة إلى التطوير والصيانة.